كبير، لأن لولاش قيامة المسيح ما كناش خدنا الحياة الأبدية ولا كنا بقينا مسيحيين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده: إن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيماننا، ونوجد نحن نبقى احنا يعني مزورين ونفضل في خطايانا. في هذا اليوم عايزين مع بعض كده، ايه هي القيامة؟ نفكر مع بعض، هل القيامة فكرة؟ هل القيامة فكرة بنقنع الناس بيها؟ نقول للناس ان القيامة انه قام، والفكرة دي هيقوم، في هنقوم كلنا، والقيامة دي قيامة حلوة خالص، واحنا مستنيين الظهر الآتي. هل دي القيامة؟ هنقوم كلنا وهيجي المسيح في مجده وياخدنا ويقومنا من التراب، وفوق في السماء نبقى معاه في حياة أبدية. هل هي دي القيامة بس، ولا القيامة حاجة تانية غير كده؟ الحقيقة القيامة مش فكرة، لكن القيامة قوة تدب فينا ودبت فينا بالمسيح يسوع كل يوم. القيامة قوة، عشان كده نلاقي ان التلاميذ ما اهتموش قوي يقعدوا يحطوا اثباتات لليهود ومناقشات مع اليهود. لا ما قامش، لا قام، لا الحراس شاهدين، لا ده انتوا رشيتوا الحراس، لا مش عارف ايه قوة عشان يقنعوهم، ما حصلش. لكن القيامة قوة كانت بتسري في هؤلاء التلاميذ، قوة عظيمة جدا، الكل يشوفها يفهم ان المسيح قام، وده اللي هنقوله دلوقتي. يبقى قوة المسيح له المجد، ما حاولش يقنع الناس بالقيامة، كان ممكن يقنع الناس يظهر فوق اعلى جبل في اورشليم بصورة باهية جدا 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 وفي ايديه المسامير ومكان الحربة، قول لهم انا قمت، او كل اللي قرب منه شتمه او قرب منه يصبح ميت تاني يوم، وما يفضلش غير اللي امنوا بيه ويقول لهم شوف انا قمت ازاي ويقنعهم. لكن مش دي فكر المسيح خالص. المسيح مش عايز يرهب الناس وعايز يقنعهم بالعافية، ده القيامة قوة للحبايب بس، للي امنوا بيه بس. قوة يعني ايه قوة؟ مش احنا النهاردة مين فيكم اتفرج على النور؟ اتهيألي هيكون اغلب الكنيسة اتفرجت على النور المقدس. قوة بتظهر وبتشق الظلام وتطلع بره القبر المقدس، والقوة دي نور ما بيحرقش، نور مش بيحرق، نور ما بيحرقش، قوة بتطلع منين؟ من القبر. فإذا القيامة هي قوة، ما هيش فكرة مستنيينها في الأبدية، لكنها قوة تسري من الآن. ولعت الشمع كله، شفتوا لما ولعت الشمع كله ازاي؟ مش كده وبس، لو رجعتم لجسد اسمه جسد كفن، اسمه كفن تورينو اللي في إيطاليا. كفن تورينو في إيطاليا ده كان الكفن اللي على السيد المسيح له المجد، والعلماء عملوا أبحاث فيه علشان يعرفوا الكفن ده، وهو الكفن ده من سنة كم أصله، يشوفوا حبوب اللقاح بتاعة الزرع اللي موجودة، والزرع ده اللي عليه ده يعني شغل كبير قوي بالميكروسكوبات الكبيرة قوي، وشغل علمي وتجارب علمية، بحيث يعرفوا بقاله كم سنة الكفن، القماش بتاع الكفن، ويعرفوا المكان اللي كان فيه الكفن، انه كان في فلسطين ولا لأ، لأن في بعض البذور موجودة في فلسطين مش موجودة في حتة تانية، شغل كبير يعني. لقوا ان على الكفن مرسوم تفاصيل وجه السيد المسيح او جسم السيد المسيح. وبعدين فسروا الكلام ده ازاي؟ قالوا في قوة، ما عرفش القوة دي بقى يسموها كهرومغناطيسية ولا قوة ايه، طلعت من الجسد انطبعت على القماش، عملت في القماش سواد او ظلال معينة بينت الايه؟ قوة، قوة بتطلع. يبقى القيامة قوة، والكلام ده موجود، المسيح له قوة، والقوة دي ممكن تطلع في اي وقت. الانجيل بيقول لنا كده، يعني مثلا المرأة اللي قالت لو لمست
ولو هد بإيه ثوبه هأشفى. نازفة الدم اللي كان ليها سنين طويلة وهي نازفة والأطباء ما قدروش يشفوها. فالمرأة دي عملت إيه؟ فضلت تكافح تكافح في وسط الجمع وتنزل في الأرض عشان تلمس الشراشيب اللي من الهد بالتوب بتاعه. وبعدين المسيح التفت وقال في قوة خرجت مني. خلي بالكم الكلمة قوة خرجت إيه مني؟ قوة خرجت مني. قول له يا معلم ده الناس بتزحمك، مش كده وبس. المسيح له المجد في إنجيل قديس لوقا بيقول كده الإنجيل إن كانت قوة الله، ناس كتير جم مرضى كانت قوة الله لشفائهم. يبقى المسيح ده اللي فيه القوة اللي بتطلع منه، تطلع منه قوة لأن هو الله. زمان كان فيه قوة في مين؟ في واحد اسمه شمشون. طب دي زي قوة شمشون؟ لا، غير قوة شمشون خالص. ليه بقى؟ لأن القوة دي قوة داخلية روحية، ما هيش قوة عضلات. اللي هيمس المسيح عضلاته تنتفخ ويبقى ايه؟ ويبقى يعني شديد كده ولا بتاع. لا، ده كان بولس الرسول عنده أمراض وعنده عصائب بيحطوها عليه على القروح بتاعته، ياخدوا العصائب دي وايه ويحطوها على فين؟ على المرضى يشفى. ايه ده؟ اصل في قوة كانت ايه في بولس الرسول لانه يعرف المسيح. قوة، قوة قيامة. فالقيامة قوة تدب فيا، قوة روحية وليست قوة ايه جسدية بس. احيانا يدي قوة جسدية، الشفاء مثلا، يعمل معجزات، بس مش هي دي اللي احنا بندور عليها. قوة روحية زي ما بيقول القول، النور اللي بيطلع من القبر زي ما بنقول الايه، القوة الكهرومغناطيسية دي اللي عملت الكفن في تورينو. قوة في القديسين، مش شفتم مريمين عرفوا جسده ازاي؟ ايه تاريخ ظهور جسد مريمين او رفات مريمين؟ ما كانش جسد كامل. ازاي؟ ان كان فيه بعض الخرفان راعي، والخرفان بتتمرغ في المكان ده، خرفان جربانة. الراعي لاحظ ان الخرفان الجربانة لما بتتمرغ في المكان ده وتنزل المية بتطلع ايه؟ سليمة. ايه ده؟ ده تراب، في حاجة هنا، في الحتة دي حاجة. ها؟ فجات بنت الملك كانت عندها مرض شديد وخدت من الطين اللي موجود وحطها على نفسها خفت. فاذا هي قوة تعمل في ولاد ربنا. تسمعوا كتير على الصليب وناس تقول لك صليب صليب صعب، لا انا اخاف من الصليب، اخاف من الصليب. لو يا حبيبي ده الصليب حلو، لك لا اخاف من الصليب. المسيح ما كلمناش عن الصليب في الاول، ده قبل ما يتصلب طلع فوق جبل التجلي وورانا القوة بتاعته الأول قبل الصليب. عشان كده معلمنا بولس الرسول يقول إن القيامة قبل الصليب، فيقول لأعرفه وقوة قيامته. ها؟ وبعدين لأعرفه وقوة قيامته، وبعدين شركة ألامه متشبها بموته بعد كده تيجي. يبقى الأول هيجي القوة القيامة تدب فيا، تدب فيا أنا. يعني إيه قوة قيامة؟ قوة قيامة تديني رجاء، قوة قيامة تديني حب للقداسة، قوة قيامة تديني معرفة لربنا، قوة قيامة تديني حكمة أتصرف في الحياة بحكمة زي ما كان بيتصرف استفانوس وبيرد بحكمة، قوة قيامة تخليني محب وأتصرف بحب، أعطي بسخاء، أحب زي الأنبا أبراهام. قوة قيامة. فإذا القيامة هي قوة، قوة قيامة وقت الضعف. تلميذي عمواس في ضعف، يوم المسيح يديهم قوة قيامة بحيث بعد ما كانوا شاكين ومش فاهمين الكتب، قوة القيامة ادتهم معرفة بالكتب. قال لهم أما كان ينبغي أن المسيح يتألم، ما كانش ينبغي أن المسيح يتألم ويدخل للمجد بتاعه بالطريقة دي، أنتم مش واخدين بالكم إزاي؟
فالمسيح يلمس عقلهم وفكرهم وقلبهم فينور العقل. قوة قيامة تخليني أوصل للحياة الأبدية. تقابلني الصليب بقى، يقابلني مشاكل، ما الصليب ده ما تخافوش منه، دي مشاكل موجودة معنا كل يوم، كل يوم في صلبان، في مشاكل ومتاعب، الدنيا دي كلها كده، عشان ما حدش يخاف من الصليب، يفكر إن الصليب ده يعني إيه؟ يعني بعد الشر يعني حاجة يعني إيه؟ لا، الصليب ده اللي هو المقاومة والتعب اللي في العالم، في العالم سيكون لكم إيه؟ ضيق، عشان أنتوا أولاد ربنا. لكن قوة القيامة اللي معايا لأعرفه وقوة قيامته تخليني أغلب، خليني غالب. حد فيكم جرب في مرة مرات كده لقى نفسه قوي بقوة ربنا، كان في حالة روحية حلوة كده، وحد في البيت في هنا في مشكلة في أزمة وكان ممكن يطربقها، فلقى نفسه من جوه في نعمة كده وفي سلام كده، وحاسس لا مش هو ده التصرف الحكيم، ربنا يديني نعمة أصبر أو أقول كلمة حكمة أو أعمل كذا والمشكلة خلصت ببساطة، هي دي قوة. حد فيكم لقى نفسه في مشكلة في ضيقة، في فقدان حد من أحبائه، في مرض، ولقى نفسه جوه في تعزية وإيمان وسلام، هي دي قوة، قوة قيامة. قوة القيامة تعطى للمؤمنين باسم ربنا ولاد ربنا. يبقى لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته. ليه ده كله بقى؟ عشان أمشي في السكة لعلي أدرك الذي لأجله أدركني المسيح. يعني أدرك؟ يعني لعلي أفوز باللي المسيح جه مخصوص عشانه. عشان إيه ده؟ ده الحياة الأبدية اللي فوق في السماء. يبقى إذن القوة، القيامة قوة، ولكن هذه القوة إيه؟ هذه القوة هي قوة إيه؟ روحية، قوة داخلية في الداخل، قوة في الروح، قوة في القلب. طب أحصل على هذه القوة إزاي؟ أحصل على هذه، خصوصا إن أنا ضعيف، أنا ضعيف يا رب، أنا ضعيف يا رب، أنا مسكين يا رب، أنا في أوقات بتخنق، في أوقات بيأس، في أوقات بشك. قال لك معلش، الذي يحبني، اللي بيحبني واللي بيحبه المسيح يقول أظهر له إيه؟ ذاتي. يعني يظهر له ذات، يعني يجي لغاية عندي في المواقف ديت لو أنا عايزه وعايز أعرفه، يجي لي ويديني القوة دي زي ما ظهر لتلميذي عمواس وللمجدلية وما إلى ذلك. طب يا ربي عايز أعرفك، أعرفك إزاي؟ عشان قوة القيامة دي تسري فيا. أعرفك إزاي؟ إزاي هعرفك يا رب؟ يقول لنا ويعلمنا عشان نعرف ربنا، يقول لنا إيه؟ حاجات كده عشان بيها نعرف ربنا. فاكرين الست اللي سكبت الطيب على رجل المسيح؟ حبته، ولما حبته حبت تخسر شوية. قال لي تخسر؟ هتخسري 300 دينار؟ ده 300 دينار اتضح ان هي تقريبا بمرتب شهر، كل واحد حسب مرتبه بقى يحسبها قد ايه مرتب شهر دي، ها؟ اذا كان الايه الدينار بايه بأجرة عامل في اليوم، ف 300 دينار يعني ده اكتر من مرتب شهر. المهم مبلغ كبير قوي، مبلغ ايه تبقى قد ايه؟ تبقى سنة الا تقريبا، يعني الواحد يحوي السنة ويخسرهم عشان خاطر المسيح. قال اصل انا خسرت كل الاشياء من اجل فضل المسيح، وانا احسبها ايه؟ فضل ايه؟ معرفة المسيح ربي. بولس هتخسر؟ وماله اخسر؟ ما انا هاخد اكتر. اخسر بس هاخد معرفته وهاخد قوة قيامته. لأعرفه، يبقى الايات دي لما تشوفوها جت بعد دي، اللي بيبقى عمل الاول خسر الاول عشان فضل معرفة المسيح. عندك استعداد تخسر حبة وقت ولا ما عندكش استعداد؟ ما عنديش استعداد. انا بطلع بصحى على الشغل على طول، انا برجع على النوم على طول، انا مش فاضي، انا عندي شغلتين، انا الوقت بتاعي يسوي فلوس، فالفلوس دي مين عوضها لي؟ خلاص خليك يا حبيبي،
خلي الفلوس معاك، خلي الفلوس معاك، لكن انت ايه هنا؟ هوت في فضل تاني افضل من الفلوس ديت، اللي هي معرفة الايه؟ المسيح. قوة القيامة تسري فيك وتديك نعمة عظيمة جدا، تعيش حياتك فرحان وفي سلام وفي نعمة. يبقى إذن قوة هذه القيامة التي لا تغلب، لا تغلب، عايزة منك تسكب طيب. هل تحب المسيح وتسكب طيب؟ اديت له ايه وهتدي له ايه؟ حب بتاعك شكله ايه؟ والحب بتاعك للمسيح شكله ايه؟ شكله كلام؟ شكله في اسبوع الالام بنلبس اسود ولا وخلصنا على كده؟ شكله في اسبوع الالام بنقرع صدورنا ونسجد وخلصنا على كده؟ وبعد اسبوع الالام اول ما جه العيد الدنيا زاطت، هتعيد فين النهارده وهتعيدي فين النهارده؟ هتاكل ايه وتشرب ايه؟ الله ربنا يسترها بقى. ها، هو ده العيد؟ هو دي اللي هتدي للمسيح؟ لا، المسيح له المجد ما بيضحكش عليه. عايز تديله بيقول يا ابني اعطيني ايه؟ قلبك، اديني من مشاعرك ومن حبك اللي جوه ومن تضحيتك ومن قلبك بجد. اوعى حد يكون مخطط خطه مش اللي هي، يطلع من الكنيسه يقول ايه ادي احنا حضرنا القداس وهنكمل الليله فين؟ الله يعلم. وهنكملها ازاي؟ الله يعلم. مش دي ولاد ربنا. يبقى نمرة واحد، سكب الطيب، انسان يسكب الطيب عند رجلين المسيح. ايضا سكب الطيب في التوبة، التوبة والاعتراف، الخضوع تحت رجليه. ساعات في موضوع التوبة ده الناس تيجي تزرجن في موضوع التوبة، تقولك اتناول اصلا انا محتاج المناولة. طب حبيبي توب، يا بنتي حبيبتي توبي، توب. طب عندك خطايا كذا ولا عندي؟ طب تبطلها؟ لا صعب علي ما اقدرش. طب وبعدين؟ انت عايز تدخل الهيكل جوه وتتناول جسد الرب ودمه وانت بخطيتك، يبقى المسيح خادم للخطية، بيخدم عليا وبيطبطب عليا وانا فين؟ في خطيتي. يقول لي ومال وحبيبي انا قابلك، خليك في الخطية بتاعتك. المسيح كده برضو؟ حاشا ان المسيح يكون كده. عشان كده المسيح رفض ان الايه، ان اليهود المنافقين قال لهم الويل لكم وبخهم علانية. المسيح محب جدا لكن عايز الناس تتوب. ايه موقفنا من التوبة، من الاعتراف؟ الاعتراف خلي بالك، هو الاعتراف لازم اعترف الاول بخطيتي انا قدام نفسي، اعرف ان غلطت فعلا. لكن لو لقيت تبرير لكل خطاياي، المرأة اللي دخلت وكانت بتبكي، بتبكي، حس امرأة خاطئة في المدينة دخلت وفضلت بتبكي بتبكي وتمسح بشعرها، تغسل بدموعها رجلين المسيح وبتمسح بشعرها رجليه، دي المرأة دي بتتوب، بتقدم توبة. ايه موقفي من الاعتراف، من التوبة؟ فالاعتراف نمرة واحد، اعتراف بخطيتي. نمرة اتنين قدام ربنا اقول له اخطأ في السماء وقدامك. نملة ثلاثة قدام أب الاعتراف. أربعة، إن أنا أصلح الغلط اللي أنا فيه. ساعات واحد يقول إيه، أنا اعترفت بس إيه الحاجة الوحشة اللي بعملها مش هبطلها. يبقى ما إيه عمل إيه ثمار التوبة فين بعد كده؟ السلوك في جدة الحياة، الحياة الحلوة اللي مع المسيح، في المعرفة بتاعت المسيح. ودي النقطة اللي بعدها، معرفته. يبقى هقدم للمسيح طيب وحب، هقدم توبة ونقاوة وسهر على نفسي. هقدم ايه تاني للمسيح عشان اكون من احبائه اللي بيظهر لهم ذاته؟ هقدم للمسيح معرفة في الكتب، معرفة في الكتب. عايز اعرفك، عايز اعرفك، عايز اعرفك. لما يكون الإنسان يقعد قدام الكتاب المقدس وعايز يعرفه، الله يهتم بيه ويعتني بيه. الرجل الخصي وزير كنداكا راكب المركبة ومعاه سفر أشعياء ومش عارف هو بيقرأ، بس مش عارف ولا فاهم اللي بيقراه. فربنا يبعت له مين؟ فيلبس. يقول له رافق هذه المركبة، فهم الرجل دوت، دخله الإيمان. ويدخل الراجل إيمان لأنه عايز يعرف ربنا،
عايز يعرف ربنا، له شوق لمعرفة الله. كلمة لا أعرفه دي لازم يبقى عايز أعرف، أسأل، أدور، متشوق، أسمع. وما أكثر العظات دلوقتي والتفاسير، أقرأ ما أكثرها دلوقتي. يبقى عايز أعرفه، عايز أعرفه، فهو يفتح عيني عشان لما أعرفه هزداد إيمان، وإيماني يبقى ثابت، وأقدر أقول للجميزة انتقلي من هنا وإيه وانقلبي في البحر فتنطرح في البحر الجميزة، أو أقدر أقول للجبل انتقل من هنا فينتقل من هنا. عرفته. هو في إيمان يا جماعة من غير معرفة ربنا؟ مفيش إيمان من غير معرفة ربنا. هتأمن بإيه؟ هتأمن بإيه؟ الإيمان هو بالكلام بتاع ربنا، بالآيات، كل آية ووعد ده الإيمان. كل إيه آية وكل وعد في الإنجيل هو ده الإيمان بيه. يبقى المعرفة، معرفة الله، لما يكون ليك معرفة لله، لما يكون ليك معرفة لله، هنا هو هتبقى المعرفة دي تخليني أقرب منه. لما أقرب منه ألمس وأعرفه، أقول الذي عرفناه، اللي لمسناه. في فرق بين واحد يعرف واحد من بعيد، وفي فرق واحد يعرفه عن قريب ويعرف كل حاجة عنه. اللي عرفناه، اللي لمسناه، اللي شاهدناه، اللي لمسته أيدينا، هو ده اللي عرفناه. تعرف يعني المسيح. أخشى أني تاخدنا المشغولية والتكنولوجيا حديثة وانشغال ولادنا، وبعد شوية نبص نلاقي ولادنا بنحاول نعلمهم مبادئ الإيمان، مش قابلين، مش فاهمين، مش عارفين. ليه؟ ما تعلموش هم صغيرين. عشان كده لازم الإنسان هو يسعى من أجل المعرفة ويعلم أولاده للمعرفة. حاجة تانية أخد بيها قوة قيامة ربنا، الصلاة. الصلاة لما أكون في ضيقة أو في مشكلة وصلي، مش هصلي عشان املي ربنا على ربنا طلباتي، خفف ده، حل المشكله دي، هات الشغل ده، الشغل ده بعده، لا هات ده، اعمل كذا، سوي كذا، انا مش عايز كذا، انا بحب كذا وبحب كذا، اعمل اللي بقوله لك. ساعات صلواتنا بتبقى كده، صلواتنا ساعات بتبقى كده، اوامر لله، اوامر لله. كما لو كان الانسان يعرف بالظبط هو سكته وطريقه، مع ان الكتاب بيقول علمت يا رب ان مفيش انسان يمشي يعرف خطواته ولا يهدي خطواته نفسه. لكن ساعات بنصلي عايزين حاجات محددة من ربنا. طب قول لي تكن مشيئتك، قول انا مش فاهم، قول يمكن انت الحياة دي اللي انت بتدبرها دي مش يمكن، لا ده شور انت هتدبرها احسن مني. انا هطلب منك، ولكن هطلب بالآية اللي تقول ان هو يعطينا اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. قد اطلب طلبة وتطلع مش مزبوطة. نحن لا نعلم ما نصلي لاجله. خلي بالكم الآية دي، نحن لا نعلم ما نصلي لاجله. انت متعارف انت اللي بتصلي له ده صح ولا غلط، ولا ده هيوصل لفين، ها؟ لكن نقول له لتكن مشيئتك، تكن مشيئتك، انا بصلي وبقول لك لتكن مشيئتك. فهنا يبقى المسيح له المجد، يتحنن ويمد ايده ويتدخل، لان دي صلاة الايمان اللي تنقل الجبال. انا واثق منك، انا عارفك، انا عارفاك، لكن افضل ابكي 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 ابكي، عايز الحاجة الفلانية، انت مش عارف ايه لخيرك وبتبكي ليه، زي ما اكون انا قاسي، زي ربنا يقولك زي ما اكون انا قاسي، او انا مش فاهم وانت اللي فاهم، او انا قاسي عليك وما بدكش، يا مديتك ويا مديتك. يبقى هنا قوة القيامة بتاعت ربنا لما تلامس معاه من خلال الإيمان، خلال الإيمان اللي في الصلاة، أتلامس معاه، تلامس معاه من خلال الإيمان اللي في الصلاة. قوة قيامة ربنا يسوع المسيح عايز يديها لكل نفس ولكل إنسان. فعشان كده هو مات عشان لما يموت يحصل ايه؟ ها؟ يحصل ايه لما يموت؟ يقدر يقوم تاني. طب هو يموت ازاي؟ ده احنا بنقول عليه قدوس القوي،
قدوس الحي، قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي. عارفين المعجزة بتاعت المسيح هي ايه؟ مش قيامته هو نقام، ده هو القيامة بحالها وهو الحياة بحالها. المعجزة انه يرضى يموت وان يقبل الموت في جسده، دي المعجزة. والمعجزة الاكبر انه هو لبس جسدي انا وجسدك انت وجسدك انت عشان يقومنا ويوزع هذه القيامة على الكل. لما حطوا على المسيح الحنوط اللي جت على جسده، جسده الطاهر، خدوا الحنوط دي وطلعوا منها الميرون. وزي المعجزة اللي حصلت مع المسيح قام القبر بجسدي انا، ادى كل واحد فينا ياخد نفس المعجزة. ازاي بقى؟ كل واحد فينا نصلي على مية المعمودية وتحصل معجزة كبيرة جدا. واحد ينزل المعمودية يموت مع المسيح، يموت على الحياة الوحشة، على النجاسات والشرور، ويقوم مع المسيح انسان تاني في قوة روحية بحسب المسيح وبحسب قداسة المسيح وبحسب فرح المسيح وسلام المسيح والروح القدس. وعشان كده خدوا الميرون. بقى الميرون منين؟ من الحنوط اللي فيها قوة اللي كانت من جسد مين؟ المسيح. معجزة بتحصل كل ايه؟ مع كل واحد فينا. مش المعجزة بس يوم سبت النور في القبر في القدس، لا، مع كل واحد فينا، كل واحدة فينا. والمسيح اداني بذرة الحياة، اداني حياة روحية جديدة، بس شطارتي ان انا اسلك في هذه الحياة الجديدة بقوة مين بقى؟ بقوة ربنا. ما ارجعش للأمور الوحشة، ما بعدش عنه، أمسك فيه. آية جميلة نختم بيها، بيقول معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيمساوس: امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. إذا كان المسيح هو الحياة وهو الطريق، إذا كان المسيح هو الحياة وهو الطريق وهو القيامة، نمسك بمين بقى؟ بالمسيح، بوعوده، بقوته، بنعمته. امسك بالإيه؟ بالحياة الأبدية التي لها دعيت. لو مسكنا في المسيح مش عرفناه بس يعني معرفة ذهنية عقلية، لا، مش هي دي. نمسك فيه حب زي ما قلنا، إيمان وتسليم لمشيئته ولإرادته، صلاة واتكال عليه، معرفة للكتب، حب للمسيح وتضحية. لو أنا مسكت في المسيح هبقى مسكت بالحياة الأبدية التي إليها دعيت. وتجري الأيام وتجري وأشوف المسيح كل يوم معايا إزاي بيرفعني من يأسي ومن ضعفي ومنين ومن خطاياي ومن شهواتي، ويغفر لي ويحبني ويقبلني تاني ويديني قوة أكون مثمر، أحب الناس وأخدم، ويخلي حياتي كلها بركات. لما تيجي اللحظة اللي يقول لي كفاك يا حبيبي أو يا حبيبتي تعب، تعالى عشان أشوفك وتشوفني وجها لوجه وتكون معايا للأبد. أنا مشتاق لك، أنا مشتاق لك، أعيش الحياة الأبدية. يقول ايه؟ تعالوا الي مباركي ابي رسل ملك المعد لكم قبل تأسيس العالم. فعلا ما اجمل هذه القيامة الجميلة. القيامة مش فكرة، مش نظرية، مش القيامة مش مستنينها تحصل لما يجي المسيح ويقوم الاموات من التراب. القيامة الان، قم ايها النائم فيضيء لك المسيح. قم الاموات، قم أيها النائم من الأموات فيضيء لك مين؟ يضيء ليك المسيح، عشان تسعد بهذه القيامة. حياة جميلة، قيامة حياة جميلة مع المسيح، وأبدية سعيدة مع المسيح. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلي بالكم
ساعات احنا بنتألم واحنا بنناول الاحباء، لان ساعات ما بيبقاش في الاحترام اللائق بالايه بالتناول. عشان كده انا برجوكم النظام الهدوء، بلاش نتكلم مع بعض ونرجم مع بعض. خلي بالكم اللي قصادنا ده جسد المسيح المحيي اللي بناكله يدينا حياه ايه ابديه. الاخوات خلي بالكم كل واحده تاخد بالها من الاشارب بتاعها على راسها، ما بقاش الشعر واقع في الكاس، يقع في الكاس. وسامحوني معلش الواحد مكسوف بس هيقولها، ما يبقاش الروج، تمسح الروج قبل ما تيجي، ما يبقاش الجسد يجي فيه الروج وفي ايدينا ويبقى موضوع صعب خالص. ما يرضكمش كده، يرضيكم الكلام ده؟ يرضيكم؟ فمن فضلكم خلي بالكم. الشباب احنا مش جايين نقعد مع بعض ولا جايين نكلم بعض، لكن احنا في مهابه ومخافه نتقدم الى التناول. احنا طالعين من هنا النهارده مش عشان نقعد مع بعض قعدات ما نعرفش شكلها ايه، لكن طالعين من هنا بنشكر ربنا على القيامه اللي اداها لنا المسيح، نتمتع بيها ونفرح بيها، وربنا يدينا هذه البركات العظيمه، بركات القيامه. لالهنا كل مجد وكرامه من الان لاباد الاباد كلها، امين. لبونا بطبخين بامهاب كطاني اسمي امر روفي.